فلا يلبث أن تأتيه ملمة، يأتيه كرب، يأتيه حزن، وكلنا ذلك الرجل، وكذلك الأمر في أخواتنا. فيعود العبد إلى ما قدم من أعمال وأقوال قبل فيتذكرها، فتجعله أكثر عونا على أن يدعو ربه. إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للخلق ذكر لنا أخبار الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فأولئك القوم مما أعانهم على الدعاء أنهم استحضروا ما ادخروه لأنفسهم عند الله، وكذلك المؤمن يدخر لنفسه ما يدخر له عند الله، لكن أعظم ما تدخره ما تنوي عند ادخاره أن يجعله الله لك ذخرا يوم تلقاه. وحبذا، ولا أدري والله إن كان هذا يفهم على وجهه أو لا يفهم، لكن حبذا لو أن الله كتب لك نافلة من المال في يدك فتحتفظ بها حتى إذا تعلق قلبك بها، أي علمت حاجتك إليها، توخيت فقيرا لا يعرفك ولا تعرفه فوضعتها في يده، ولو قلت في نفسك اللهم إني أدخرها لنفسي ليوم ألقاك فيه،